ليش كل هذا التجويع؟ ليش كل هذا العذاب؟ عشان تخسر وزن؟ والله مش لازم تتعذب هذا العذاب كله. ترى خسارة الوزن مرة سهلة. أنتم تعتقدون أنكم لازم تدخلوا هذه المعركة عشان تنحفون؟ هذا اللي يخليكم من ثالث يوم خلاص تيأس وتوقف البرنامج وترجع لحقك الخربطة، هو أنه عندنا هذه النماذج اللي نعتقد أنها هي الطريقة الصحيحة لخسارة الوزن. خسارة الوزن معناها أنك تعطي لجسمك كل المغذيات اللي يحتاجها بشكل متوازن يوميا بدون زيادة وإفراط وبدون نقصان، هو راح ينحف شوية حركة، ما يحتاج كل هذا العذاب. وبعدين في نقطة عندي على موضوع هذه المنتجات منزوعة الدسم، هي أسوأ بكثير من المنتجات اللي فيها دسم. الله خلقها فيها دسم لحكمة، ولما ينزعون منها الدسم ترى يتغير حقها الكثافة ويتغير طعمها، فيضطروا أنهم يضيفون لها سكر عشان تكون مقبولة الطعم. فشالوا الدهن جابوا سكر،